لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي نزل الحق في الكتاب وجعله تذكرة لأولي الألباب ووفق من من عليه من عباده للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وشيعته وجميع الأصحاب. طلع نجم وغاب وانهل وابل من السحاب. ثم ما بعد، ختمنا كلامنا في المجلس الماضي شيخنا بارك الله فيكم بالرد على من يزعم بالضرورة التلازم بين انقياد القلب وأعمال الجوارح لإثبات صحة الإيمان، وتكلمنا على كلام ابن القيم ورد شيخنا عليه في كتابه، ووجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما يشبه هذه الضرورة المزعومة، حيث يقول في مجموع الفتاوى بعد أن ذكر حديث معاذ رضي الله عنه وخلاف العلماء في من ترك شيئا من أركان الإسلام الأربعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفارة. فما تقولون بارك الله فيكم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الإيمان الصحيح والإيمان الثابت، فإما أن يحمل هذا على أصل الإيمان، وهنا سوف نرد بحجة مستلزمة لنفس الكلام، نقول: فلا يصح أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صحيحا ثابتا بأن الله عز وجل عليه حرم، بأن الله حرم عليه الزنا، ثم هو يفعله كل يوم. ما تقول في هذه الحجة؟ أليست هي نفس الحجة لو حملته على الإيمان أصل الإيمان فيكون في هذا الكلام حجة للخوارج؟ يفصلون بين الطاعات والمعاصي. نقول: لا يمكن أن يتصور إنسان يعتقد أن الله فرض عليه بر الوالدين ويكون في قلبه إيمانا صحيحا ثابتا ثم هو يعقهما كل صباح وكل ساعة مثلا ويخالفهما ويؤذيهما، ألا يصح ذلك للخارجي حجة على أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يفرق بين الكفر وما دونه؟ بناء على ذلك يكون حجة له على أن عاق والديه خارج من الملة ليس عنده أصل التصديق؟ إذن لا يمكن أن يحمل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية على أصل الإيمان، إنما حتى هو ذكر نفاقا. أي نفاق؟ هل النفاق الأكبر أم النفاق الأصغر؟ الزندقة، هذا في من وجد في قلبه الزندقة فلا نزاع فيه، في من أبى وامتنع. الله عز وجل لم يذكر الترك المجرد، وإنما ذكر الإباء والاستكبار، هذا لا نزاع فيه، في من ولد في قلبه ضد الإيمان من أعمال القلوب. لكننا نقول أن هذا كما بينه هو في موضع آخر رحمه الله، أن هذا في الإيمان الكامل الذي ينجي صاحبه من النار. أما يوجد أصل الإيمان ولو ذرة يخرج من النار ولو بقي في النار عدد الرمل عالج، ولو بقي في النار أزمنة طويلة كان له يوم يخرج فيه، فهذا غير ممتنع. ما وجه الامتناع في ذلك؟ أن يكون مصدقا لكن ضعف التصديق وضعف الانقياد جدا
لأن ابن تيمية هنا يتكلم على التصديق، يجعل هذا منافيا للتصديق، ومبنى الكلام الذي يدور حوله الانقياد وليس مجرد التصديق، وهو يجعله متلازما. إذن هذا في التصديق الواجب والانقياد الواجب، وإلا للزم أن يكون هذا حجة صحيحة للخوارج في تكفيرهم من عق والديه، من لم يحسن إلى جاره. وليس هناك فرق في الحقيقة عند أهل السنة بين الطاعات وبين المحرمات إلا ما كان في ترك المباني الأربعة. وشيخ الإسلام يذكر خلافا مشهورا بين أهل السنة، وهذه نقطة نؤكد عليها دائما، هل الخلاف في تكفير تارك المباني بين أهل السنة أم بين أهل السنة وأهل البدعة؟ هذه القضية. إذا أقررتم أن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل السنة، فلا بد أن تقبلوا ما نقول من الحجة، ونقول أن هذا في الخلاف، يعني أن كلام شيخ الإسلام تماما يلزم أن يحمل على أصل الإيمان، وإلا حمل على ما يوافق كلام أهل البدع، ونحن لا نرضى وأنتم لا ترضون أن ينسب كلام شيخ الإسلام لأهل، يعني لموافقة أهل البدع. بارك الله فيكم. ولكن كنت أجلس مع بعضهم فيقول نحن لا نتكلم في المباني الأربعة، أخرجها من الحوار. لا ده خلاص، ما أعرف ما هي العلة. يعني إذا خرجنا منها ما فيما ستبقى المشكلة؟ فهناك اتفاق بين أهل السنة لا أعلم فيه مخالفا، وأظنه ليس عندكم عند من يخالفنا أيضا، أن من ترك الواجبات غير المباني الأربعة أنه لا يكفر. نعم. وإن كانت الحجج المستعملة في الاحتجاج على المباني الأربعة تقدم، لكن هي بعينها التي سوف يستعملها الخوارج والمعتزلة في نفي أصل الإيمان عمن ارتكب الكبائر أو ترك الواجبات الأخرى غير المباني الأربعة. وإذا أقررتم بأن الخلاف في المباني الأربعة وفيها كلها، كما نقلنا من قبل كلام اللجنة الدائمة، وكما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في هذا ومعظم الخلاف في ترك الصلاة، وإلا ف يعني الذين يكفرون بترك الزكاة مجردا عن الاستحلال أو الإباء محجوجون بالأدلة الواضحة وبقول جمهور أهل العلم عبر الزمان. وأما القتال فأمر آخر، القتال قد تكلمنا في هذا من قبل. وأما ترك الصوم فمحجوج بالأدلة أيضا، فالرجل الذي أفطر بالجماع في رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو 60 مسكينا، وأمره بالقضاء ولم يجعله مرتدا، وقد ترك. إذا ترك يومين، إذا ترك ثلاثا، إذا ترك أربعا، إذا ترك صوم رمضان، نأمره عن كل يوم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فسنطالبكم بالحد الذي عنده يصير كافرا. تقول كم سنة؟ عند سنة، عند سنتين، عند ثلاثة، عند أربعة، ومهما ذكرت من حد أبطلناه لعدم الدليل. من لا يتكلمون في الحد الصعب يصعب الأمر. لا يمكن، لا هم تكلموا في الحد في الصلاة، لأن هذا كلام عند السلف في الصيام، أن يترك صلاة واحدة أو صلاتين مجموعتين أو ثلاث صلوات ليتأكد الترك، ده كلام منقول عند أهل العلم. يعني في نقصد في الصوم، أنا أقصد أيضا لا يصح أن يقال ما لا يبقى عمره يسجد لله لم يسجد لله سجدة بعد الثلاث. متى ستقول هذا الكلام؟ هل إذا صلى ركعة واحدة امتنع تكفيره عندك بما تقول؟ هذا ليس كلام أحد ممن يكفر تارك الصلاة، لأنه لو عاش عمره 20 سنة 30 سنة 60 سنة يصلي ثم ترك الصلاة، ما يقول من يكفر تارك الصلاة فيه؟ يدعوه الإمام إلى أن يصلي، فإن ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث لا يوجد من يزيد، فإما أن يحبس على قول من يحبسه، أو إما أن يقتل على قول من يقتله، وعلى قول من يقتله كفرا بناء على إبائه واستكباره، أو بناء على أنه يكفر حين يجب قتله، كما ذكرنا ونقلنا هذا النقل قبل ذلك في المرة السابقة في المجلس السابق. فهذه المسألة إذن لا يصح أن يقال أن هذا مذهب من يكفر تارك الصلاة من السلف، هذا قول آخر، قول جديد، أن إنما يكفر من ترك الصلاة عمره، مع أن شيخ الإسلام تيمية وقد ذكرت النقل في المرة السابقة من كلامه في شرح العمدة أنه إذا عزم على القضاء أو عزم على أن يصلي فقد انقاد بقلبه. تذكر النقل في ذلك؟ نأتي به؟ لم ننقله مرة السابقة. نقرأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
في شرح العمدة قال: فصل. قال أصحابنا: يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم. قال الإمام أحمد: إذا قال لا أصلي فهو كافر، نص على أنه لا يرث ولا يورث، يعني إذا صبر على القتل. وهذا وجه آخر في حمل كلام شيخ الإسلام تيمية أنه على من قتل على ترك الصلاة، الكلام الذي ذكرته في السؤال. كيف هذا؟ أن يحمل أنه ظل ممتنعا من الصلاة وهو سماه ممتنعا وقتل على ذلك، فهذا الذي يجعله شيخ الإسلام يستحيل أن يكون عنده أصل الإيمان، ونحن نوافق على ذلك. لكن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. قال: ويكون حكمه حكم المرتد، يعني في إذا قتل على ترك الصلاة وقال لا أصلي، بحيث في جميع أموره، بحيث لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات وإن أسقطناها عن المرتد، لأنه كفر بتركها، فلو سقطت عنه لزال سبب الكفر. وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة وصحت صلاته، وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين، لأن هذا كفره بترك الفعل، فإذا فعله عاد إلى الإسلام. كما أن من كفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. فإن قيل فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيفما كانت ردته قبل ذلك، لأنه جاحد، فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف، وهذا معترف فيكفيه الفعل. فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا إهدار دمه، أظنها ولا أهدر دمه بسبب ذلك، مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب، هذا صريح في عدم التكفير في حالة عدم الامتناع. أما هو فيرجح أن كلام الأصحاب في عدم التكفير ينبغي أن يحمل على الكفر الظاهر، فأما كفر الباطن فلا يشترط، مع أن هذا خلاف المذهب كما تقدم. ولذا لم يصرح بأن كلام الأصحاب بأنه كلام الأصحاب، بل قال: ينبغي أن يحمل عليه كلام الأصحاب. ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن يجعل إجماعا أو حجة يضلل من خالفه ويتهم بالإرجاء، خاصة مع ثبوت الخلاف عند شيخ الإسلام وغيره. قال رحمه الله: فإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودا، وإن حملتموها على هذه الصورة كما قيل قلت فائدتها وإدراك مقصودها الأعظم، اللي هو سورة الممتنع الذي دعي فامتنع. يقول: وليس في شيء منها هذه القيود. قلنا: الكفر على قسمين، قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك، فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفر، إما بقول يوجب الكفر أو عمل مثل السجود لصنم وإلى غير القبلة والامتناع عن الصلاة، الامتناع بعد الدعوة وشبه ذلك. فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى تحقق امتناعه الذي هو الترك، لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر وشبه ذلك. الثاني من أنواع الكفر، القسم الثاني، ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واللحاق بأهل الكفر ونحو ذلك، فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام، وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم،
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى قوله ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فمن لم يصلي ولم يرى أو لم يرى أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة، فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث، وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه السورة في حكم باطن وليس في حكم ظاهر. ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء، لقول جمهور الحنابلة بل هو المذهب عند من يكفر، وإلا فالقول الآخر في المذهب أنه لا يكفر أصلا تارك الصلاة، قول ابن بطة الذي رجحه ابن بطة الرواية التي فيها أنه لا يكفر، الرواية الصحيحة عنده اللي هي قال الإمام أحمد. نعم، من قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع، اللي هو لسه رجحه أيضا كذلك، بس رجحه قلنا بيحمله على الإيه؟ على الحكم الظاهر. قال فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر، دي اللي بقول فيها إن كلمة فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر ده لا، أنا بتكلم على إيه؟ على إن ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف ظاهر كلام الأصحاب، وما قالش هو إن ده كلام أصحابهم، ده بيقول ينبغي أن يحمل على ذلك، يعني بيقول ينبغي أن يحمل على الكفر الظاهر. أما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. هذا الكلام الذي ذكره حمل كلام الأصحاب على ذلك قال ينبغي، ما قالش إن ده كلامهم. انتبه للآتي، فأما إن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات، أو كان ممن يلزمه أن يفعلها فيما بعد فمات، فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر، كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. ولذا أظن أن فيها يعني تصحيف، أو كان ممن يلتزم أن يفعلها، لكن على أي الأحوال حتتضح حالا. قال ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي معهم النافلة، ولذلك قال ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون أخروها حتى يخرج وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. فهذا الضرب كثير في المسلمين وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة، وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، ونفي المحافظة لا ينفي الفعل، بخلاف من لم يأتي بها فإنه يكون تاركا بالكلية كما تقدم. وكذلك من أخل بما يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف فهذا بمنزلة التارك لها فيما ذكره أصحابنا كما تقدم من حديث حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجودها كعدمها في منع الاكتفاء بها، فأشبه من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك، فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لاحقه حكم الكفر الباطن بذلك. ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا، كما دل على ذلك قوله من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، وقوله من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا يلزم ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين، يبقى حيبقى كافر في الباطن وليس كافرا في الظاهر. والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا، ما يقول فيه أصحابنا قالوا إن هو إيه؟ يكفر في الباطن، وبيقول والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا، هذا رأي شيخ الإسلام، حتى يعزم على تركها بالكلية.
يعزم على تركها بالكلية لغاية ما يقول أنا مش هصلي لغاية ما أموت، كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث. ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة للنوافل، انتبه، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. لو عزم أو ولأنه متى عزم على بعض الصلاة عزم فقط ما لم يفعل. إذن شيخ الإسلام تيمية يقول الأشبه أنه لا يكفر باطنا وهو عزم أن يصلي بعض الصلاة وإن لم يصل. عشان كده قلت إن جاء إيه إنه يلتزم أن يفعلها، لأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. هو دي النقطة اللي بيتكلم فيها في عمل القلب بالعزم فقط، بالعزم على أن يؤدي بعض الصلاة وإن لم يصلها. بيقول من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل بعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، فمقتضى ما ذكره كثير من الصلاة أنه يكفر بذلك. هو العزم مع العدم الاتيان به شيخ امتناع هذا يعني عناد امتناع؟ لا، عزم ان لا يصلي الى ان يموت. هذا يبقى معالج مستكبر اللي هو بيقول ده على هذا المذهب. اما في واحد ممتنع من الصلاه تكاسلا ولم يعرض على قتل ولا حبس ولا عقوبه، فمن اين يقال يمتنع ان يكون مؤمنا في الباطن؟ يمتنع ان يكون مصدقا. فاحنا اذا كلام شيخ الاسلام تيميه اولا في الاحكام الظاهره عشان نقول ده فلان ده كافر في الدنيا ونجري عليه سائر الاحكام، يبقى لابد ان يكون امتنع من الصلاه بعد ان دعي اليها. انا ذكرنا قبل ذلك نصوصا مهمه من كلام الحنابله في هذه المساله، وان القله منهم هم الذين كفروه دون ان يدعى الى القتال. وذكرنا فتوى اللجنة الدائمة رقم 1727 في إثبات الخلاف في من ترك الأركان الأربعة. السؤال الأول من فتوى 1727، يقول رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟ الجواب: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والصيام والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ فهو مرتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر لكفره ولدته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة. وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء. أصح قولي العلماء هذا كلام واضح جدا، وبالكلام في قولين للعلماء وليس لأهل السنة وأهل البدعة. فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟ وعلى هذا لا يكون أهلا للشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك. ومن قال من العلماء إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر وإن مات مؤمنا. هذا كلام أهل الإرجاء وأهل البدع، ولا كلام العلماء عند اللجنة الدائمة رئيس الشيخ عبد العزيز بن باز، عضوة نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق حفيفي، عضو عبد الله بن غديان، عضو عبد الله بن قوط. عشان كده بنقول جعل الخلاف خلافا سائغا. ونفس الكلام ايضا مذكور في عند في هذا الموضع من الفائدة في ذكرها في الانصاف الجزء الثالث صفحة 30. قال: الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. ولكن نقول صلوات كثيرة، صلوات كثيرة، إذن هو بيقول الخلاف في صلاة أو صلاتين أو ثلاثة. طب لم يدع
لو ترك صلاة كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح. وكذا لو ترك كفارة أو نذرا. وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يدع إليها، قال في الفروع، وهو ظاهر كلام جماعة. ويأتي كلامه في المستوعب في باب ما يفسد الصوم عند قوله أو اغتسل، يعني بعد أن أصبح. الثانية، اختلف العلماء بما كفر إبليس، فذكر أبو إسحاق ابن شاقلة أنه كفر بترك السجود لا بجحوده، وقيل كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك. وقال الشيخ برهان الدين قاله صاحب الفروع في الاستعادة له. وقال جمهور العلماء إنما كفر لأنه أبى واستكبر وعاند وطغى وأصر واعتقد أنه محق في تمرده، واستدل بأنه خير منه، فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته. قال الإمام أحمد إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين، والاستكبار كفر. وقالت الخوارج كفر بمعصية الله، وكل معصية كفر، وهذا خلاف الإجماع. أنا أرى أن هذا الكلام من أوضح ما يمكن لمن أراد أن يفهم المسألة، وإما أن تحمل كلام شيخ الإسلام الذي ذكرته على أحد الاحتمالين، الواجب مثلا، الاحتمالين أن الإيمان الواجب، أو من أصر حتى قتل، أو أنه على الوجه الذي يرجعه هو، مع أنه خلاف قول جمهور الأصحاب الذين يصرحون بعدم التكفير. عندما خلى الأشبه كذا، لا أنا بتكلم على هو بيحمل بقى اللي مش ناوي يصلي، عازم ألا يصلي إلى أن يموت، عازم على عدم الصلاة إلى أن يموت، إلى أن يموت، فهذا الذي يكفره باطنا. وبيقول بعض الأصحاب بيكفروا ظاهرا، ماشي كده؟ عندنا ثلاثة. فأنا بقول دلوقتي يا إما نحمله على هذا، على أنه الإيمان الواجب، على الإيمان الواجب، أو على أنه الإيمان أنه ينتفي أصل الإيمان، لكن إذا كان ممتنعا حتى يقتل ويموت على ذلك ويظل عمره كذلك، أو إن شيخ الإسلام هو اللي بيرجح، ولكن هذه ليست لا إجماعا بل ولا حتى هو قول الأصحاب. ده بيقول ينبغي أن يحمل عليه قول الأصحاب، قول طائفة منهم هو الذي يقول به، أما أنه يحمله على الكفر الباطن فده استنتاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيحه من أن ده قول جمهور الحنابلة. أما أن الخلاف عنده ثابت، خلاف ثابت، ونحن لا نأخذ هذا. ولم يقل أن المخالف لذلك مخالف الإجماع مرجئ مبتدع، فضلا بقى أنه بنقول أنه لو حمل على ظاهره كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لكان حجة للخوارج في غير الصلاة. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.